السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اليوم باش نعملوا مقابلة خاصة مع الأخت إكرام من المغرب. أهلا وسهلا إكرام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. تنجمش معناتها تعرفنا تعطينا فكرة على نفسك قبل ما نبدأ الحوار هذا؟ نعم بالطبع. اسمي إكرام، ملحدة مغربية، عندي 21 سنة، عندي عامين هذه باش تركت الإسلام، ويعني طالبة جامعية. أهلا وسهلا بك. اليوم باش نحاولوا نتكلموا حول مسألة مهمة جدا معناتها يطرحها كثير من الشباب، يعني خاصة في شمال أفريقيا أو في العالم ما يسمى المتكلم بالعربية، هو مسألة دور المرأة في التنمير أو في التوعية. احنا نعرف اللي المرأة جدا قليلة سواء في شمال افريقيا او في بقية ما يسمى بالعالم المتكلم بالعربية. نحب نسألك سؤال، علاش المرأة معناتها ما زالت خجولة في المشاركة في التغيير والتنوير للمجتمعات متاعنا؟ يعني هذا سؤال عام قبل ما ندخل في المواضيع الاخرى. هو عموما يقول لك، يعني يقول لك مثلا أن المرأة هي عدو المرأة نفسها، يعني حتى ليست قضية يعني هل المرأة تساهم في التنوير وفي نشر أفكارها، لا، هي قضية هل أصلا المرأة يعني خرجت من قفصها ويعني تحررت و يعني تحررت من القيود، من قيود الدين، من قيود العادات والتقاليد. هذا هو المشكل، يعني من الأساس هذا هو الإشكال. نجد في مجتمعاتنا أن المرأة من أكثر من يدافعون عن الدين، حتى أنك تجد رجال يدافعون على حق المرأة، رجال يقولون للمرأة أنت لست عورة، أنت يعني لست نصف رجل، أنت إنسان كامل وإنسان مستقل. هذا هو الإشكال عندنا. المرأة كما قلت لا تزال يعني لا تزال تحت ضغط المجتمع. المرأة حين تتمرد تعتبر يعني في مجتمعنا عائرة. يعني حتى أنا في كثير من انتقاداتي للدين أول شيء يقول لك أنت عاهرة وأنت ليس لك يعني رجل يتحكم بك، ولو كان هناك يعني أخ أو أب يتحكم فيك لما كنت يعني طاغية ومتمردة. هذا هو الإشكال، أن المرأة دائما ضعيفة في مواجهة الرجل، خاصة الرجل المسلم الذي لا يزال يعتبرها أنها أقل منه وأنها لا يجب أن يكون لها صوت في المجتمع. لهذا المرأة أصبحت تخاف على نفسها، تخاف من الخروج للإعلام، للساحات، على عكس الرجل له يعني حرية أكثر ويعني وجود أكثر. خلينا نرجع شوية وبعد نرجع للموضوع هذا، خطر هو موضوع جدا مهم. مثلا أنت معنتك كمعنت متحرة ومتنورة كما قلت، عندك سنتين ساعة قبل كل شيء، تنجمش تقول لنا شنية الأسباب اللي خلاتك يعني تقول إنك خرجت عن الإسلام أو تخرج عن الإسلام؟ ما هي الأسباب؟ كيف معناتها بدأت العملية؟ الأسباب أنه أنا كنت يعني أقرأ في يعني مواقع التواصل الاجتماعي ما يسمونه المسلمين بالشبهات، يعني أخطاء، سواء أخطاء في الأخطاء يعني أخلاقية أو يعني لغوية أو علمية في القرآن. مع الوقت وليت نبحث، وليت نقرأ، آخر يعني نقول القشة التي قسمت ظهر البعير والنقطة التي أفاضت الكأس، كنت قريت كتاب معروف يعني مذكور فيه كل أنواع الأخطاء في القرآن، هو كتاب تحت عنوان
محنتي مع الله ومحنتي مع الله في القرآن. يعني كانت عندي شكوك من قبل بصح ما كنتش نصدق، بعد بديت نقرأ، قريت الكتاب هذا كيفصل لك، يحط لك بالدليل بالآيات يعني كل هذه الأخطاء في يعني أنا كنت يعني تعرفوا أنه المراحل التي يمر بها أي يعني أي ملحد أو لا ديني قبل خروجه من الإسلام تكون يعني شوية تدريجية. يعني بالأول تركت الأحاديث، تبرأت منها ويعني أنكرتها، قلت أنا من أمنش بالأحاديث هذه. بعد بقيت للقداسة في القرآن فقط. يعني كي قريت هذه الأخطاء يعني سقطت تلك القداسة وسقط معها يعني إيماني بإله الإسلام. أوكي. ممتاز. يعني نجم نفهم اللي معناتها أصولك إلى التحرر من الإسلام كان نتيجة بحث وتفكير وتنقيب ودراسة، لم يكن يعني بطريقة عفوية. لا ما كانش، بالعكس أنا واجهت صعوبة يعني باش نخرج من الإسلام. أنا كنت متشبتة به، كنت نقول هذو الملحدين يعني يفترون على الله ويكذبون وهذا دين الحق، حتى أني كنت أقول مستحيل أن أخرج، يعني يمكن أن أفعل أي شيء إلا الخروج من الدين. كانت هذه آخر حاجة تجيني في بالي. لكن هنا معناتها أنا أطرح سؤال، لماذا أغلب معناتها الخارجين من الإسلام مباشرة يتجهون نحو الإلحاد؟ هل هذا يعود إلى معناتها قوة الإسلام في تحديد فكرة الرب وفكرة المقدس وفكرة الروحانيات في الإسلام اللي تخلي اللي من أصول إسلامية يعني يقرر يخرج من الإسلام يتجه مباشرة نحو الإلحاد؟ يعني فما طبعا هناك من يتجه نحو أديان أخرى أو الربوبية، ولكن أغلبهم يتجهون مباشرة نحو الإلحاد. نجمش تفهمني علاش مثلا بالنسبة لك أنت للتجربة بتاعك، ألم تفكر أن هناك دين آخر يمكن يكون أصح من الإسلام، أو إن يمكن أن يكون هناك إله موجود؟ لا أنا يعني عندي الأول مشكل مع إله الكون يعني أو الإله الربوبي. كنت يعني أتساءل لماذا هناك يعني آلاف الديانات، هذا أول شيء. يعني لو كان هناك يعني دين صحيح، ما لو كان هناك إلهي يبعث يعني للبشر رسالة، ما يبعثش، ما يخليش آلاف الرسائل يعني تتشابه على البشر. كيفاش أنا نقدر أني نختار؟ أنا حتى يعني لو قضيت عمري كله في دراسة الأديان ما يكفينيش، يعني 4000 دين، 4000 إله، 4000 مذهب. الإسلام وحده في مذاهب كثيرة وكثيرة. يعني كنت أقول أنه أصلا فكرة الأديان بمجرد خروجي من الإسلام رميتها من عقلي، ما كانش يبالي أنه كان دين ممكن يكون هناك دين صحيح. ثانيا أنا كان عندي مشكل مع 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 يعني الأخطاء في الكون والأخطاء في البشر بنفسهم، أو يعني هم يسميوها الانتليجنت ديزاين، أنا نسميه ستوبيد ديزاين، التصميم الغبي للإنسان، الأمراض التي توجد، الحروب، الدماء، كل هذه كنت أقول أنه إن كان هناك إله فعلا فلا أظن أنه يسمح بهذه المهزلة، فتخلص من فكرة وجود إله. ثانيا أنا أؤمن بالدليل، يعني أنا يعني كي خرجت من الإسلام قطعت وعد على نفسي أني ما نزيدش نؤمن بحاجة بالوراثة ولا بدون دليل. ما كانش دليل على وجود، أوكي ليس هناك وجود، كي يولي دليل نولي أنا نقتنع بالدليل، ما نقولش الآمن، لأنه فكرة أو يعني كلمة إيمان هي تصديق الأعمى بالأشياء يعني غيبيا بدون دلائل عليها. أنا أقدر نقول لك دقيقة، الإنسان عندما يخرج من الإسلام يكون قد تعرض لصدمة، فيصعب عليه أن يصدق شيء آخر، يعني يفقد الثقة في كل شيء، يعني واللي عنده ما يسمى بسكيبتيكال ثينكين، يعني التفكير يعني التشكيك في كل شيء، هو يولي غير
غير يعني مستعد لتلقي أكاذيب أخرى وصدمات أخرى، يولي أكثر عقلانية من قبل، يولي حذر في تلقي يعني المعلومات. بالفعل، لأن الإسلام في الحقيقة يختلف على الأديان الأخرى. الإسلام يسيطر على كل حياة من يؤمن به، يعني يسيطر على كامل تفاصيل حياة الإنسان، يعني من ولادته إلى موته، بطريقة الشخص اللي قرر بشي غادر الإسلام، وهي عملية صعبة ومتفقة معايا يعني أظن في هذه المسألة، أن أصعب شيء هو الخروج من الإسلام. أما مسألة الإيمان، الإيمان أنت قلت أنها تصديق بلا دليل. في الحقيقة هذا التعريف هو تعريف معناتها تم إطلاقه، خاطر أنت تعرف الموجة الإلحادية بدأت، معناتها الحديثة بدأت في أوروبا، وأوروبا كانت تحارب ما يسمى بإيمان لفوا، الإيمان المسيحي، لأن المسيحية مش كما الإسلام. الإسلام يعتمد أول شيء على التسليم ثم يأتي الإيمان، عن تحسب القرآن، وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا. يعني الإسلام لا يهتم كثير بالإيمان، يعتبر الإيمان مرتبة متقدمة، وإنما الأهم هو التسليم لما جاء به محمد ولما هو موجود في الشريعة الإسلامية. بينما المسيحية تختلف، المسيحية تعتمد على عنصر اسمه الإيمان، وهنا الموجة الإلحادية اللي بدأت في الغرب بدأت في محاربة فكرة الإيمان والقول إن الإيمان لا يعتمد على دليل. وهنا نرجع لنقطة مهمة، إن هذا التفسير المادي للإيمان له تفسير آخر في الشرق، وعندما نحكي الشرق سواء الشرق الأوسط، ولكن أقصد بالتحديد الشرق الأقصى واللي موجود فيه ما يسمى بالديانات البوذية والديانات الشنتوكية والهندوكية والبيدو. فهناك الإيمان عنده معنى آخر، الإيمان هو الحس. ونضرب لك مثال، يعني الإنسان مثلا عندما يحب إنسان آخر، هل يحبه بالدليل؟ يحبه بالحس؟ لا، يحبه بالحس يعني فقط يعني بالأحاسيس، إذن هنا مثلا معناتها يحبه بالأحاسيس، هنا لا يمكن أن تثبت معناتها بالدليل أنك تحب فلان، مستحيل، فهمت؟ يعني الدليل المادي غير موجود. إذن فكرة الإيمان يختلف من التفكير الغربي اللي يعتمد التفكير المادي أو الإلحاد المادي، والإلحاد الشرقي الذي يعتبر الإيمان هو مسألة حسية. نضرب لك مثال آخر معناتها ونخليك تتكلم في هذا الموضوع على خطر هو جدا مهم. راهو الفرق من بين الملحد الشرقي والملحد الغربي، الغربي يقول لك أنا لا أؤمن بإله، صحيح؟ يعني ما نؤمنش بإله، يعني الإيمان ما نستعرش به أصلا، أنا أؤمن بالمحسوس وبالملموس. بينما الشرقي عندما يكون ملحد يقول لك أنا أؤمن بعدم وجود إله، يعني الإيمان موجود، عندي إحساس أن الله غير موجود، مانيش محتاج إلى دليل مادي، بل إحساسي ونظرتي للكون خلتني أؤمن بأن الله غير موجود. إذن معناتها محاربة الإيمان، خاطر فما حاجات نحسها ولكن ما نجمش نثبتها. طبعا أنت كي تحلم حلمة ما تنجمش تعطي دليل اللي أنت حلمت الحلمة، ولكن أنت صادقة كي حلمت الحلمة هذيك لأنك حسيت الحلمة هذيك. في هذه المسألة أوكي نجاوبك. أنا كي قلت أنا يعني عندما تحدثت عن الدليل لم أقل أنه بالضرورة أن يكون الدليل مادي، لأن الدليل لا يكون دائما ماديا. هناك علوم نظرية، هناك مثلا فيزيك كوانتيك ولا الرياضيات، علوم نظرية وهي علوم، يعني ليس بالضرورة أن ندخل كل شيء للمختبر. لكن عندما نقول دليل، قادر يكون دليل منطق، دليل عقلي، يعني حتى الإحساس راه دليل في حد ذاته، يعني دليل أنا نفسي. دليل نفسي، نعم هو إحساس، لكن يعني في غياب هذا الإحساس أنا نحتاج دليل آخر يعني يعوض هذا الغياب. أنا نقدر نقول أنا ما نحسش بوجود إله، نحتاج دليل ثاني باش نآمن، باش نصدق. نعم ليس هناك أي دليل. أوكي،
كيفما كان نوعه. متفقين. ثانيا مسألة يعني الأشياء التي هنا على الأرض يعني لا نستطيع إثباتها بالدليل، مثلا يعني الأشياء الحسية أو مشاعرنا أو أحلامنا، أو هذه مسائل ثانوية في الحياة، يعني مسائل لا تغير أي شيء. أما مسألة وجود إله هو مسألة مصيرية، هو يعني نقاش كوني، ويعني سؤال يعني هو صراع ما بين المؤمن والملحد، ما بين المؤمن والغير مؤمن. يعني هنا عندما ندخل في هذا النقاش، مثلا قادر يكون عندي يعني أنا وياك حوار أو دردشة، ما من أنت ما غاديش توقفني عند كل كلمة وتقول لي أعطني الدليل، لأنه مجرد حوار. لكن كان دخلوا في مناظرة مثلا، من حقك تطالبني بالدليل، تولي حاجة عادية، تقول لي أعطني الدليل على هذه الفكرة اللي قلتيها، وخاصة كي تكون الفكرة يعني كبيرة أو مهمة كمسألة وجود الله. المهم يعني مسألة الإيمان، احنا موجودين كما قلت، فما نقطة مهمة قلت، احنا موجودين في عالم مادي، أي في الأرض في عالم مادي. إذن الإيمان لا يجب أن يكون هو القاعدة. يمكن أن تؤمن بأحاسيس، تؤمن بحب، تؤمن بأي شيء آخر، ولكن لا يجب أن يكون هو الأساس، لأن احنا في عالم مادي، الأساس هو العالم الوجودي الفعلي. هذا هذه فكرة معناتها واضحة. ومسألة أخرى كما يقولوا معناتها في علم الفلسفة، مسألة الإله، من ادعى الشيء عليه الإثبات، ومن ادعى أن وجود إله لم يثبت ذلك، وإحنا غير مطلوبين أن نبحث الحجة البين على من ادعى. شيء آخر نسيت نقوله، هو فكرة أنا أؤمن بعدم وجود. ليس هناك شيء اسمه عدم وجود، لا يمكن أن أقول عدم وجود بقرة تطير، أو عدم وجود إبريق في المريخ، أو شيء من هذا القبيل. لا نقول عدم وجود شيء، الوجود هو الذي يستوجب الدليل. أنت اللي تدعي وجود شيء، الأصل في الأشياء أنها لا توجد، كل شيء غير يعني غير موجود إلى أن يثبت وجوده. أنا قادرة ندعي ألف ادعاء، نقول لك موجود هنا، يعني نقول لك موجود حمار بأجنحة هنا في الغرفة معي، بصح تبقى مجرد فكرة عادي، مجرد فكرة في الهواء، بصح ما نقدرش، ما تجيش أنت تقولي أنا أؤمن بعدم وجود. لا، أصلاً الوجود لم يثبت لنتحدث عن عدم الوجود. حين يثبت الوجود هناك نستطيع أن ننفي هذا الوجود. بالفعل، لكن هوني أنواع الوجود ليس واحدة. مثلاً هناك وجود فكري، هناك وجود معنوي، هناك وجود مادي. نعم. يعني مثلاً نفي الوجود المادي لا ينفي الوجود الفكري. يعني بصفة عامة، فهمت؟ يعني مثلا هناك فكرة احنا ناخذها كفكرة، خطر اللي يدعون ان هناك اله هم لم يأتوا بدليل على وجود الاله، وجود مادي، هما يطرحوا كفكرة، يقولوا الله موجود، معناتها كفكرة. مثلا هذا نجم نقولوا اللي يؤمنوا الربوبيين، فانا ارجع عليهم ان هذه الفكرة انتوما عندكم الادلة متاعكم او الاقوال متاعكم على انها موجودة، أنا أعتبرها غير موجودة، وهذا يعتبر إيمان. لأن الإيمان يعني إنسان بلا إيمان لا يمكن أن يكون بالفعل إنسان، حسب رأيي طبعا، هذه وجهة نظري. الإيمان مهم في الحياة، على خطر احنا نجد أشخاص يعني الإيمان، حتى الإيمان بأنفسنا، حتى الإيمان بالإنسانية، حتى الإيمان بالخير، حتى الإيمان بالفعل الخير. يعني الإيمان هو حافز، ما تلقاش حيوان مؤمن، تلقى حيوان معناتها بكل الطرق، ولكن مستحيل تلقى حيوان مؤمن. يعني الذي يميز الإنسان على الحيوان، والذي جعل الإنسان يتطور ويصبح إنسان، هو إيمانه بالانتصار، إيمانه بالوصول، إيمانه بالنجاح. هذا اللي خلى الإيمان عبارة على حافز. ولكن أن نجعل الإيمان هو القاعدة، هذا هو الخطأ، وهذا ما نجده في الإسلام. يعني الإسلام إنه يعتمد على أفكار يعني بعيدة كل البعد عن العالم هذا. يعني عندنا ما يسمى بثقافة ما بعد الموت، ما يعلموناش ثقافة الحياة.
نعم فهمت. أوكي خلنا نرجع للموضوع متاعنا، خطر احنا الآن دخلنا في موضوع وجودي، خلنا نرجع للإكرام. إكرام تنجمش تعطينا فكرة على معناتها يمكن معناتها تكون مسألة شخصية، ولكن باش نعرفوا أكثر شخصية إكرام يعني في أي جو تربيت، خاصة في محيط العائلي، الأم الأب الإخوة أو الأخوات. نعم. يعني باش ناخذوا فكرة على نعم عشت فيهم إكرام. تفضل. أوكي أنا يعني كبرت في أسرة، ما نقدرش نقول أسرة يعني متعمقة في الإسلام ولا أسرة يعني دارسة للفقه ولا كذا، نو يعني مسلمين إسلام عادي يعني لا يعرفون عن الإسلام شيء. طبعا أمي متدينة يعني تصلي تقرأ القرآن تصوم تدير يعني كل هذه الأشياء، تآمن بزاف فكرة الله فكرة الجهنم الجنة. الإخوة تاعي نفس الشيء. الأب ديالي نقدر نقول حاجة مختلفة، الأب ديالي ليس بمتدين، لا يصلي وحتى الصيام أحيانا ما يصومش، وأحيانا نشك فيه أنه ملحد بصح ما عنديش دليل. احنا كنا نتكلم على الدليل قبل قليل، ما عنديش دليل أما عنديش شكوك أنه يقدر يكون ملحد، يعني قادرة نفتح مع الموضوع هذا لأنه لا ما عندوش تقدر تقول شخص لا علاقة له بالإسلام. حتى نقدر نقول باللي أنا يعني بعد نهضر على هذا الموضوع الحجاب لأنه موضوع مهم الحجاب في الإسلام. أنا يعني عندي 5 سنوات ندير الحجاب، كي يعني كي خرجت من الدين وبغيت نحي الحجاب ولا بغيت ننزع هذا يعني الغطاء من فوق رأسي، لقيت مشكلة مع الإناث من دون الذكور، يعني سواء أخي ولا الأب ديالي، لقيت مشكل مع الأم ديالي، مشكل مع الأخت ديالي، ما لقيتوش مع الأب ديالي. فهمت؟ يعني هما يعني نقدر نقول لك أنا في أسرة يعني النساء ديالها أكثر تدين من الرجال. بالفعل هذا هو الموضوع متاعنا. فهمت الموضوع متاعنا يعني لماذا المرأة، وإحنا نعرف معناتها حقوق المرأة في الإسلام يعني مهضومة من جميع الجهات، ونجد المرأة هي المتمسكة. تنجمش أنت كامرأة تفهمنا علاش المرأة متمسكة بالإسلام أكثر من الرجل؟ كنت أقول أن المرأة عاطفية أكثر من الرجل، يعني العاطفة ديالها تغلب عليها، يعني سواء كان عندها مشكل كان عندها مرض كان عندها ألم أي شيء تلجأ إلى فكرة الله، تلجأ إلى يعني هذا الإله، يعني تستنجده يعني باش يكون معاها، باش تلقى ديما الأم تدعي يعني أبنائها في صلاتها ينجحهم يعني يحميهم كذا، تلقاها هي إيمانها ليس يعني غير مبني عن قناعة. أنت تقول أنه حقوق المرأة مهضومة في الإسلام، هذا الشيء يعني نتفق عليه جميعنا، لكن المرأة ما تعرفش هذه الأشياء، ما تعرفش هي لا تعرف في الدين إلا القشور، حتى القرآن كي تقرأه يعني لا تتفكر فيه ولا تمحص. فهذا هو الإشكال. والإشكال الآخر أن الناس أو التاريخ أو الإعلام أو كل يعني كل ما يعني يعني المسلمين كلش يعني غسلوا دماغ المرأة، وصراحة نجحوا في هذا العملية، يعني حتى نقدر نقول برمجة المرأة ولا تنبرمجة، تقول لك أنا الإسلام كرمني، تقول لك الحجاب تكريم، تقول لك المرأة قبل الإسلام كانت توأد، وشكون قال كانت توأد؟ يعني هناك أفكار مغلوطة قدموها للمرأة فوق طبق وقالوا لها شوفي الإسلام كرمك، يقولوا لها مثلا هذه حتى فكرة الإرث هذه، يقولوا لها أنت يعني زوجك ينفق عليك ولا يصرف عليك، هذا علاش حطينا لك أنت نص الإرث وهو أعطيناه للدعم. هنا يغسلوا دماغ المرأة، المرأة بدل ما تقول لك أن الإسلام يعني غلط في حقي تولي هي الدافع تقول لك لا الإسلام يعني كرمني وأعطاني مكانة،
ويعني هم يكذبوا عليهم بأحاديث يعني ما عندهاش أصلا لا أصل لها. علاش هم مقارينش حتى حاجة في الدين؟ يقولوا لهم الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا الحديث ما كانش أصلا. يقولوا لهم بزاف حوايج، ما يقولوا لهمش حديث المرأة كالكلب تقطع الصلاة، ما يقولوا لهمش آية وإذا جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء، لا، يقولوا لهم لا، يستوصوا بالنساء خيرا ويبدأوا يعطيهم في هذه الأشياء اللي تخلي المرأة تقول لك الإسلام كرمني، يكذبوا عليهم. يعني يعطيهم وجه غلط على الإسلام. صح. لكن هنا أنت قلت أن المرأة أكثر عاطفية معناتها. ألا ترى أن المرأة في جميع الدول العالم يعني نجم نقوله مش كما يصفها الإسلام أو كما يصفها المجتمعات متاعنا؟ يعني فكرة أن المرأة عاطفية نجم نقوله هي فكرة إسلامية أكثر شيء، فهمت؟ هي فكرة علمية، لأن المرأة في المجتمعات الأخرى صحيح عندها جانب من العاطفة، ولكن المرأة في المجتمعات الأخرى هي مرأة تتصرف بكل مداركها العقلية. يعني ألا ترى فكرة أن المرأة عاطفية هي من تأثير الثقافة الإسلامية؟ صح صح، هو في حتى العاطفة هذه هم اللي زرعوها فيها، يعني هم من استضعفوا المرأة، يعني علموا المرأة أنها ضعيفة. المرأة أصبحت تقول أنا أضعف من الرجل، لكن المرأة ما في مجتمعات أخرى. علاش؟ لأنه في المجتمعات الأخرى كي تزرع، كي يقول لك كي تزرع تحصد، أنت كي تزرع بذرة، كي تزرع مرأة تربيها تقريها في أحسن المدارس، تفهمها باللي هي مثلها مثل الرجل في كل الأشياء، في كل الحقوق متساوية معه، تفكر بحاله، قادرة تجيب يعني شواهد جامعية، قادرة تقرأ بحاله، قادرة توصل لمناصب، قادرة تترأس دولة. هذه المرأة تطلع قوية. أما واحدة تجيبها أنت تحطها في دار وتسد عليها الأبواب وتقول لها أنت أضعف من الرجل، هي تطلع بهذه العاطفة. بالفعل، على خاطر معناتها علميا، معناتها في علم النفس عندما عملوا دراسات على المرأة القاو اللي المرأة في الحقيقة مش كما يقولون عاطفية، بل هي معناتها عندها جانب عاطفي، خاصة عندما تكون أم في اتجاه ابنها أو عندما تكون تحب في اتجاه من تحب. يعني العاطفة جانب معين، والعاطفية موجودة حتى في الرجل، ما هيش خاصة بالمرأة. إذن معناتها فكرة أن المرأة عاطفية والمرأة ضعيفة هي فكرة أصلا معناتها مغروسة في الدين الإسلامي. حتى وقت نخرج من الإسلام نتصور أن المرأة العاطفية، أن المرأة يعني عاطفة ومؤثر عليها العاطفة، وهذا كلام معناتها علميا غير صحيح، لأن المرأة هي معناتها كائن إنساني قبل أن تكون مرأة. فكرة المرأة والرجل هو فكر ديني، فهمت؟ ما عندناش فكرة مرأة ورجل في الحقيقة وفي العلم وفي الطبيعة، عندنا ذكر وأنثى. نعم. فهمت؟ يعني نجم يكون راجل أكثر عاطفية من المرأة. نعم، يعني هذا صحيح، تجده في كثير من الأحيان. هو في مجتمعاتنا ديما يعني يحطوا المرأة جنب يعني الرجل، يعني لا يمكن أن يتكلموا عن امرأة دون أن يتكلموا عن رجل يتحكم فيها وإلى جانبها، يعني عنده سلطة عليها. ما يهضروش على المرأة على أنها كائن مستقل، لا، المرأة تخرج من البيت بإذن أحد الذكور، ابنها أو زوجها أو والدها، يعني في أبسط الأشياء المرأة تأخذ إذن الرجل. حتى في أسئلة المسلم من الأسئلة الغبية، سؤال الشهير أترضاه لأختك؟ يعني لا نجد يعني مسلم يقول للفتاة أترضينه لأخيك، لا، دائما سؤال أترضاه لأختك، يعني كأن المرأة ليس لديها كامل الوعي لتقرر هي أترضاه لنفسها أم لا. هي لا، يجب أن تنتظر أن يأتي أخوها أو أبوها ليقرر عنها. وهذا يدل على هذا الفكر، يعني الفكر الذكوري، أن المرأة دائما هي تحت كنف الرجل، هو يتحكم بها. بالفعل، يعني يحصر شرف العائلة وشرف الرجل في المرأة، يعني المرأة هي كل شيء. رغم اللي معناتها المرأة في شمال إفريقيا وقت دخل الإسلام إلى شمال إفريقيا وجد امرأة تواجهه وتحاربه على حصان، يعني بالسيف، مدام هما معناتها كانوا يدفنوا المرأة، ولكن في شمال إفريقيا كانت المرأة تحكم. نرجع للقصة متاعك. إذن أنت بعد لخرجت
من الإسلام، هل معناتها حكينا أعطينا فكرة هل معناتها كيف تتعامل مع الحجاب يعني؟ أوكي، أنا أول حاجة أنا بحثت على يعني سبب نزول آية الحجاب، وكانت صدمتي يعني أقوى. لقيت أنه مذكور يعني هناك روايتين، رواية أنه نزل بسبب زينب زوجة الرسول، لأنه أصلا نزل في سورة النور وفي سورة الأحزاب، ورواية يعني الرواية المعروفة هي أنه نزل بسبب سودة زوجة الرسول. يعني يقول لك أنه سودة ذهبت إلى 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 يعني لقضاء حاجتها. فنعم، فقال لها عمر قد عرفناك يا سودة، وعمر هو الذي كان يقول للرسول حجب نساءك حجب نساءك حجب نساءك. يعني أنا بسبب قصة واحدة خرجت لتقضي حاجتها، أنا أضع هذا الغراء فوق رأسي، يعني شيء لها علاقة. وحتى عندما قرأت وجدت أنه في التاريخ الإسلام ولا في يعني الكتب الحديث والقرآن، أن يعني إذا كان حقا إذا صحيح ما يقوله شيوخ الإسلام عندما يدافعون عن الحجاب، يقول لك أنه يحمي المرأة أو أنه يكرمها، لماذا الجارية ليس من حقها أن تتحجب؟ هذا هو السؤال الذي حيرني. يعني الجارية ممكن أن حتى صدرها يكون عاري عادي، يعني الجارية لا تفتن الناس إذا كان هذا الحجاب، حتى لا نفتن الرجال. الجارية يعني عادي أن تتجول عارية، أن تلبس شيء يعني من السرة إلى الركبة وتتجول، يعني ليس لها حق. هذا أصلا دليل على أنه الإسلام يفرق بين الناس، وعمر كان يضرب الجواري ويقول لهن لا تتشبهن بالحرائر عندما يرتدين الحجاب. يعني وهذه القصة أنا يعني بعد ما خرجت من مدينة اللي نسكن فيها وذهبت لمدينة أخرى من أجل الدراسة، نزعت الحجاب، لم أتحمل أن أرتديه، نزعته. يعني أنا الآن لا أرتدي إلا عندما أذهب للبيت يعني في العطل وأمام أمي فقط، لأن أبي ليس له أي مشكل، نزعته أو تركته لا يتدخل في هذه الأشياء، لكن يعني فقط من أجل أمي أرتديه أمامها فقط، يعني حتى لا يكون هناك مشاكل. بالفعل هو اللباس الحجاب هو عبارة على لباس عنصري لكي يميز المرأة المسلمة عن غيره. في الأول كان من أجل أن يميز نساء الرسول أو نساء المؤمنين، من بعد ولا معناتها يستعمل لكي يميز المرأة المسلمة عن غيرها. من بعد في العصر الحديث تم استعمال الحجاب من طرف الإخوان المسلمين من أجل أن المرأة تشارك في العمل السياسي وتثبت وجودها، يعني على قد ما تشوف متحجبات هي عبارة على وسيلة إعلامية للقول إن الإسلاميين موجودين على الساحة الاجتماعية. هل أنت الآن يعني كملحدة هل تتقلق، مع أنت تتقلق كي تلبس الحجاب، يعني هل تتمنى أن تكون بلا حجاب؟ هل يزعجك؟ نعم، أنا كي نلبسه يزعجني، يعني يعني لدرجة لا تتصور، لأنني أحس أني أنافق نفسي وأكذب على نفسي، أحس بأن هناك رجل تضغط علي بأني لست قادرة على نزع يعني حتى قطعة قماش من فوق رأسي. يعني فكرة، خاصة أنه هو رمز لدين، أنا أكره هذا الدين الهمجي وأرتدي رمز من رموزه، يعني حتى في الشارع إذا كان فوق رأسي يذكرني بهذا الدين الهمجي، بهذا الدين الذي يميز بين الناس، بهذا الدين الذي يحتقر المرأة. يعني شيء مزعج جدا، لأنه رمز من رموز الإسلام، وأنا يعني أكره الإسلام بهذا المفهوم. بالفعل نتنقلوا معناتها للنقطة الأخرى اللي هي نقطة مهمة، يعني هل ساعة سؤال ساعة قبل ما ننتقل للنقطة اللي بعد، هو هل أعلنت عن إلحادك أم حافظت به لنفسك فقط؟ في بداية الأمر احتفظت به لنفسي، لأنه كانت هناك صدمة، يعني ما بعد الخروج من الإسلام صدمة دامت بعض الأشهر،
لكن يعني لاحقا كانت هناك بعض الاعترافات لبعض الأصدقاء. كنت قد يعني اعترفت لصديقة لي، فتفاجأت بأنها خرجت من الإسلامية أيضا وفي نفس الوقت تزامنا مع خروجي. يعني حين اعترفت لها قالت لي أنا نفس الشيء، أنا لم أقتنع بهذا الدين ولا يقنعني وكذا وخرجت منه. كانت هناك اعترافات يعني لبعض الأصدقاء يعني المتحررين بعض الشيء، أو يعني open mind، وتقبلوا الأمر عادي. لكن بعض الصديقات المتشددات أو الأصدقاء الذين يعني لا أريد أن أخسرهم بسبب هذه يعني بسبب الدين، فأنا أحبذ أن لا يعني أن لا أتكلم في هذا الموضوع. حتى إذا كانت هناك شكوك أنا أحاول إبعادها، أحاول أن أمثل دور أنني مسلمة أمامهم. يعني تنافقهم، يعني تظهر أنك مسلمة. نعم يعني من وكيفاش أجل حتى من كمل كلام. نعم حتى يعني من أجل يعني حتى لا يكون هناك مشاكل يعني أمنية، قادر واحد يعني توصل للدار ولا للعائلة نحط راسي في مشاكل أنا في غنى عنها قادرة نتجنبها. فهذا علش أنا فقط الأشخاص المقربين جدا هم اللي يعرفوا. بالفعل يعني كيفاش تعيش معناتها الشخصية، نجم نقول احنا الشخصية المزدوجة، يعني انك معناتها متحجبة وتظهر نفسك على أساس انك مسلمة وانت في الحقيقة ماكش مسلمة، وهذه الظاهرة راهي موجودة كثير في العالم بين قوسين. نعم انا اللي نقدر نقول، لانه هذا الموضوع جد مهم، اللي تقول لك انه الحجاب قناعة تكذب على راسها. يعني أنا أتحدى أي محجبة الآن تقول لك أنا ارتديت عن قناعة. على فكرة أنا في بادئ الأمر ليس عن قناعة، يعني بين قوسين كنت أقول أنا مقتنعة، لكن هذا الاقتناع يتدخل فيه يعني يتدخل المجتمع يعني الوسط. اللي تقول الحجاب قناعة جربت يعني تحيده، فتجرب أن تنزعه. نقدر نقول أنه نزع الحجاب في مجتمعنا بمثابة الردة، كأنك تقول لهم أنا تحجبت يعني أنا دخلت الإسلام وبعدها خرجت. فلقيت هذه المشكلة ديال أنني نمثل من بعد ولا تجيني حاجة عادية جدا هذاك الحجاب فوق راسي، وليت أصلا يعني نديره فقط يعني قلت فقط عندما أذهب للبيت يعني مرة في الشهر أو في العطل، يعني ما يكونش وقت بزاف نحطه على راسي يعني يوم أو يومين. لكن فكرة النفاق أو يعني تمثيل يعني دور المسلمة، أنا ما نهضرش في الدين بصفة نهائية، يعني منذ أن خرجت من الإسلام أتجنب مواضيع الدين، فقط بعض العبارات يعني اللي تبقى يعني هي ثقافية أو في اللغة، مثلا الحمد لله، إن شاء الله، أستغفر الله، هذه أشياء أقولها حتى مع نفسي يعني وأنا يعني محكم على راسي. أما قضية النفاق أو هذه الشخصية المزدوجة هي تأثر على نفسية الملحد، وهذا اللي يدفعنا أننا ننتقد هذا الدين. يعني يأتي بعض الناس ويقول لك دعوا الإسلام ولماذا تنتقدوا؟ أنا ننتقد هذا الدين لأنه يأثر علي، لأنه دين سياسي، لأنه دين يعني يفرض علي هذا الحجاب. كاين يقول لك لا، ليس الدين اللي فرض الحجاب، والدك اللي فرضوه. لا، أنا الأم ديالي مسلمة، ليست مسيحية ولا بوذية. مين جابت فكرة الحجاب؟ جابتها من الإسلام. قضية يعني الحجاب أنا حطتها مؤقتا، يعني نكمل الدراسة نستقل ماديا نعيش في سواء في أوروبا ولا، لأني يعني لا أريد البقاء في هذا المجتمع المريض. فهي مسألة جد مؤقتة، يعني بعد سيكون يعني نزع شيء علاني والشيء يعني صريح جدا. فأنا يعني من أجل سلامتي
نتحمل هذا النفاق ونتحمل هذه الشخصية المزدوجة. أوكي، يعني ظروف طبعا ظروف المرأة مش كما ظروف الرجل، وهذا هو الموضوع المهم، إنه المتنورات أو المشاركات معناتها في محاربة الفكر الإسلامي أكثرهم رجال، متفق معايا؟ نعم أتفق، يعني هناك غياب واضح للنساء على الساحة التنويرية. تنجم علينا شنو الأسباب، يعني شنو الأسباب إكرام إنه المرأة معناتها أقل جرأة في معناتها نقد الإسلام أو التمرد على الإسلام، رغم اللي احنا نعرفه اللي مستحيل مجتمع يتغير بدون مشاركة المرأة، يعني بل يمكن القول ان عندما المرأة تتحرك نعرف اللي المجتمع سوف يتغير، فلماذا هذا التأخير الكبير لمشاركة المرأة في التغيير في هذه العقلية الذكورية التي تدافع عليها المرأة معناتها المسلمة أكثر من الرجل المسلم؟ هو هذا يعني الذي كنت أتحدث عنه، هو هذه الضغوطات، يعني المرأة لا يمكنها، يعني تخاف على سلامتها الأمنية، تخاف على أن تقع في مشاكل مع أهلها، عكس الرجل بمجرد أن يخرج من الإسلام، ليس الكل طبعا ولكن الأغلب يتمردوا حتى على أهاليهم. أنا عندي أصدقاء أعلنوا إلحادهم في أسرهم، يقولوا أنا لست مسلم ولا يعني لا أقتنع بهذا الدين. فالرجل تكون عنده حرية أكثر، قادر يهضر براحته، قادر ينتقد براحته، ما يعني ما عندوش هذا المشكل كيما المرأة. المرأة العكس، المرأة ديما عندها خوف، عندها هذاك، مازال عندها ديك الثقافة ديال أنها هي كمرأة ما تقدرش أنها تخرج للساحة وتبان، عندها هذيك كيف قلت أنت هذيك الشجاعة أو الجرأة مازال ما عندهاش، وهذا هو الإشكال. وثاني حاجة أنا كيف قلت بالأول أنه أصلا المرأة ما كانش ملحدات بزاف، ما كانش متنورات بزاف، عندنا نساء يؤمننا بهذا الفكر الخرافي أكثر من الرجال، يعني حتى يعني في المغرب ولا الجزائر ولا هذا تلقى الملحدين الذكور أكثر من الإناث. فهذا هو الإشكال، المرأة ما زالت متأخرة في يعني في أنها توصل لها هذه الأفكار وتغير فيها يعني في تفكيرها. ألا ترى أن السبب هذا غير تأثير الثقافة الإسلامية اللي دمرت المرأة وجعلتها مواطن من درجة ثانية، أن هناك مسألة أخرى مثل مثلا الاستقلالية المادية هي السبب في عدم تجرأ المرأة في المشاركة في التنوير؟ نعم، هذا من بين الأسباب، الاستقلال المادي، أن المرأة ما زال يعني ماديا غير مستقلة، يعني ما زال تعتمد على أهلها. لكن أظن مسألة الاستقلال المادي لا تلعب دور كبير، لأنه حتى الرجل نقدر نقوله ما عندوش في المغرب ولا في دول شمال إفريقيا، يعني خاصة في سن 20 ما يكونش هذاك الاستقلال مادي، يعني الرجل يكون مازال شاب يعني يدرس، يكون غير مستقل ماديا، فأنا ما نظنش باللي عندها علاقة باستقلال مادي. بالكش تكون عندها علاقة، مثلا بعضنا الملحدات اللي نحكي معاهم نقولها علاش ما تشاركش في التنوير أو ما تعلنش اللي أنت ملحدة، تقول لي معناتها ما نجمش لأن لو أعرف أني ملحدة سوف لن أتزوج. شنو رأيك في الفكرة الثانية؟ أنا هذه أول مرة أسمعها صراحة. لا كثير أنا من النساء أتكلم معاهم نقولها ليش؟ تقولي أنا ملحدة والملحدين ها بش تقولي كيفاش؟ تقولي أنا ملحدة صحيح، فهمت؟ وما لا أؤمن بالإسلام ولا أعترف بالإسلام وكل شيء، ولكن لا أريد أن أشارك في التنوير لكي لا أعرف، لأني لو عرفت ملحدة سوف لن أتزوج. قلها لماذا لن تتزوج؟ تقولي لأن أكثر الملحدين لا يريدون الزواج، ولو معناتها أريد أن أتزوج وأنجب أولاد يجب أن أبحث عن واحد مسلم، ولو عرفت أني ملحدة سوف لن يتزوجني مسلم، إذن سوف أبقى بدون زوج.
هذه فكرة جد تافهة، لأنه أن تضعي الزواج أحد أحلامك فهو فكر يعني إسلامي محض، يعني كيف يكون يعني أهم أهدافك ولا أحلامك هو الزواج؟ قادرة تستقلي ماديا، قادرة تخرجي لأوروبا ولا أمريكا، علاش تفكر فقط في الزواج؟ هذه أولا. ثانيا، مستحيل تعيش ملحدة مع مسلم. قادر يعيش ملحد مع مسلمة لأنه الدين إلى جانبه وإلى صفه، لكن كيفاش أنت كملحدة ستتعايشين مع مسلم؟ مع مسلم قادر يضربك يقول لك عادي أنا رجل والرجال قوامون على النساء، رجل قادر يفرض عليك الحجاب، قادر يفرض عليك النقاب، وقادر يكون كاين اللي تقول لك أنا متزوج مسلم يكون كيوت. ما كانش حاجة اسمها مسلم كيوت. المسلم قادر، المسلم حربائي، قادر يكون لا يؤمن بشيء غدة تلقاه في داعش. كيفاش انتي تضمني باللي هذا الراجل ما يغيرش القناعة تاعه تجاه الإسلام ويولي يفرض عليك النقاب ويولي يقول لك قلتي في الدار ما تخدميش، تولي مستعبدة. يعني الزواج بمسلم عبودية، ممكن الأم ديالو تتحكم فيك، ممكن يعني الأخوات ديالو يتحكموا فيك، قادر يصير مشاكل. يعني أنت تحكمين على نفسك بالإعدام إذا كنت حقا تفكرين في الزواج بمسلم. أنا صراحة أفضل أن لا أتزوج، وبالنسبة لي فكرة عدم الزواج ليس عيب وليس شيء ينتقص مني، عادي، لا يعني شيء ليس بسيء، ولا هذه فقط نظرة المجتمع الجاهل. أنا بالنسبة لي كما قلت عدم الزواج أفضل بكثير من أن أدفن نفسي مع مسلم يظن أني نصف عقل ويظن أنه قادر يعني أن يتحكم فيه وله كامل السلطة عليه. حتى الأولاد نلقوا معهم مشاكل، الرجل يقول لك أنا نطهر ولدي، أنا كملحد نقول لك لا علاش تطهر له، أنا لا أؤمن بهذه التفاهات. قادر يقول لي علاش ما راكيش تصلي برمضان؟ كيفاش تدير هذه ملحدة؟ يعني تصوم تجوع، أنا نجوع يعني ما نشرب ما ناكل باش واحد مسلم يعني يتزوجني؟ لا، أنا حياتي أهم من الزواج. بالفعل خطر الفكرة متاع كثير من النساء، فهمت؟ معناتها يمكن معناتها مش الحالة متاعك أنت، فعوض تفكر في نفسها كإنسان، يعني تفكر في نفسها كإنسان. شو معناها تفكر في نفسها كإنسان؟ شفت الرجل بصفة عامة في ماذا يفكر؟ يفكر في مستقبله، يفكر في دراسته، يفكر في عمله، يفكر في نجاحه، في هذا يفكر في الدرجة الأولى. بينما التفكير الإسلامي جعل المرأة في المجتمعات متاعنا حتى ولو تخرج من الإسلام أقصى ما يمكن أن تفكر فيه إنها تتزوج، وهذا فكر خاطئ، فهمت؟ لأن المرأة ما هيش محتاجة للرجل، يمكن أن تعيش بدون رجل حياتها كاملة وتنجح في جميع المجالات. هذا هو الفكر الخاطئ. أنا أتفق معك. إذن معناتها شنو السبب اللي تشوفه أنت اللي ظاهرة الإلحاد غير منتشرة عند الجنس، فهمت؟ النساء الجنس الأنثوي. احنا قلنا المسألة المادية ما هيش سبب، مسألة الزواج ما هيش سبب. حسب رأيك شنو هو اللي يكون أكبر سبب اللي يخلي المرأة في المجتمعات متاعنا إما إنها لا تقرر أن تتمرد على هذا الدين الذي يحتقرها ويقلل من قيمتها، وفي نفس الوقت ولو تمردت لا تجد الجرأة أن تشارك في عملية التنوير وتعلن بكل صراحة إنها غادرت هذا الدين؟ هو مسألة اللي هضرت عليها مسألة يعني خوف، يعني المرأة تخاف أنها يعني تخرج للإعلام، وحتى مسألة المضايقات اللي تكلمت عليها. أنا مثلا كنت أشارك مثلا على البالتوك، يعني بمجرد أن تتكلم المرأة تجد الكل يسب، يعني كميات وكلمات نابية وسب وشتم في شخص المرأة وليس في أفكارها، على عكس الرجل المرأة مثلا أمام هذا السب ما تقدرش ترد بنفس الحدة.
لأنها تربط في مجتمع أنها ديما تسكت، أنها ديما يعني تتقلق إذا واحد سبها، تربط أنها لا ترد صاع صاعين. أما الرجل يحس براسه قوي، يعني إذا واحد سبه عادي ما عندوش مشكل. يعني أنا أحيانا نفكر أني ما نزيدش نهضر، لأنه ديما حتى في الفيسبوك يوصلوني رسائل يا عاهرة يا كذا، لو كان نشدك، لو كان نعرفك فين تسكني نشوهك ندلك. فأنا بالنسبة لي هذه الأشياء اللي تخلي المرأة أنها ما تشاركش. يعني أنت تشوف اللي الإرهاب نجم نقوله إحنا الفكري أو اللفظي الذي يمارسه الرجل ضد المرأة، مثل أنت عاهرة وسوف أفعل لك وسوف أفعل. حتى المرأة نفسها تنعت المرأة تقولها أنت عاهرة وتطاولي على الله وتطاولي على الرسول، وأنت ما مربياش ومربوكش داركم إلى آخره. وكيف قلت قبل، المرأة عاطفية في مجتمعاتنا، نقدر نربط هذا الشيء بغيابها. عاطفتها المرأة قادرة يعني تنفعل بسرعة إذا تعرضت لهذا السب والشتم. الرجل قادر يقول لك أنا ما على باليش، يعني لا يكترث لهذه الأشياء، أو يسب بما ما هو أكثر. نعم، هو ما قلت قبل قليل أنه يرد، المرأة ما تقدرش ترد. أنا شخصيا بالأول ما كنتش نرد، من بعد وليت ندافع على راسي، حتى ما نسبش بصح ندافع بطرق أخرى يعني، ونقول معليش هذه الأشياء ما تأثرش فيا، اكتسبت مناعة، وهذا الشيء ما كانش عندي بالأول في البدايات. إكرام، تنجمش تحكي لنا على ظاهرة الإلحاد أو الخروج من الإسلام في المغرب؟ هو نقدر نقول أنه كاين، نقدر نقول لك يخرجون من دين الله أفواجا، يعني كاين الحمد لله. نعم الحمد لله. هو حتى يعني حتى الدول الأخرى أو الملحدين من دول أخرى يعني دائما يقولون لي هذا الشيء، كلي عندكم بالمغرب ملحدين بزاف، كلي أنتم كلكم يتخيلوا أن المغرب ولا كلهم يعني كلهم ملاحدة. هو المغرب نقدر نقول هو دولة شوية منفتحة، يعني لأنه يكون فيها سياح، فيها سياحة، فيها ناس من أوروبا، من المغرب دولة سياحية يعني، وهذا دفع الناس أنهم أصبحوا يتعايشون، المغاربة يتعايشون، لأنهم اعتادوا على 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 يعني على رؤية السياح، اعتادوا. يعني أنا يوميا ألتقي بسياح في القطار، في المقهى، في أماكن مثلا في مدن أخرى. يعني هذا الشيء يعني المغاربة أصبح عندهم تقبل، هذا مسيحي، هذا يهودي، هذا، وهذا التقبل هو اللي أعطاهم هذا يعني هذا الخطوة نحو أنهم يفكروا في دينهم. يعني ولا عندهم يعني شجاعة أكثر، ولا عندهم يعني عندهم بعض الأفكار هكا. يعني زد على ذلك أنه بالذات المغاربة كفروا يعني بسبب يعني كافر مغربي اللي هو معروف، عنده قناة في اليوتيوب هشام. نعم هشام، كان عنده سلسلة اسمها قبسات، وقبسات من حياة الأنبياء. هذه القبسات حتى فيها يعني لغة عنيفة وكلمات نابية، هي بعض الشيء كوميدية يعني، تلقاها فيها يعني هكا ترفيهية. أنا نعرف بزاف مغاربة خرجوا بسبب هذه القبسات من الدين، ولأنه يعني لأنه يعني هشام أو كافر مغربي ملحد مغربي، عندما يكون شخص من نفس ثقافتك يعني من نفس دولتك ومن نفس ثقافتك، يكون المعلومة توصل أكثر، يعني انتقاده للدين وصل لأكبر عدد من المغاربة. وزيد عليها يعني المغاربة يعني ما نقدرش نقول فقط بسبب، كاين بزاف بسبب مثلا يعني حتى بعض يعني نقدر نقول المتنورين أو المنورين، مثلا حامد عبد الصمد، مثلا الكثير من يعني من الملاحدة أو اللادينيين الذين ينتقدون الدين.
بالفعل يعني الموجة يعني منتشرة في جميع ما يسمى بالعالم الإسلامي، وهذا معناته سمح لكثير أنه معناته يتجرأ ويخرج على الإسلام، ولكن مع الأسف كما قلت لك معناته ما زال عندنا معناته ما كما أنت قلت أن هشام كافر مغربي لأنه يتكلم باللهجة المغربية وبطريقة يعني جدا جميلة وكوميدية، كسر ما يسمى بالمقدس وجعل كثير يتحرم الإسلام. ولكن تصور لو مثلا تصبح نساء تتكلم أيضا يكون تأثيرها على النساء أكثر، هل متفقة معايا أم لا؟ نعم، هو عموما المرأة عندما تنتقد الدين بلغة عنيفة، يعني قادرة تقول يعني كلمات هكا نابية، قادرة تطيح، قادرة تنتقد يعني بهذاك ما يسمى بال يعني شوك ثيرابي، الصدمة، أسلوب الصدمة، هي تؤثر أكثر من الرجل، لأنه تؤثر حتى على الرجل. نعم. مثلا هند بنت عتبة، على الرجل تعرفها؟ تماما. نعم، نعرف هند بنت عتبة، يعني هند بنت عتبة يعني معروفة بقولة يعني أتزني الحرة. لا، هند بنت عتبة المغربية اللي ملقبة هند بنت عتبة، تعرفها؟ ايه فهمت، ظنيت انك تغدر على لا، هند. مش على التاريخ، يعني مش على التاريخ، هند اتكلم على بنت عتبة قوي، يعني خطابها قوي يؤثر في الذكور، يقول لك هذه امرأة ويعني تتكلم بهذه الطريقة، عندها واحد القوة في النقاش. نعم نعرفها. يعني على الرجل عندما يتكلم في نقد الإسلام يمكن يؤثر على كثير من الرجال، ولكن ديما يبقى تأثيره على النساء قليل، بينما المرأة عندما تتكلم يكون تأثيرها أقوى على النساء وعلى الرجال، وخاصة نحن في شمال أفريقيا. أنت تعرف هذا، أن المرأة في شمال أفريقيا عندها قدر وقيمة، فهمت؟ يعني يسمع لها أكثر، يعني الكلام عندما تقوله مرأة مش كما يقوله رجل. متفقة معايا في المسألة هذه اللي احنا في شرق متفقة. المرأة مؤثرة أكثر، وهذا يرجع الأصلنا احنا كجمال فريق. هذا يرجع لأنه تفضل. نعم، لأنه المرأة هما يكونوا واخدين عليها نظرة أنها مستضعفة وما عندهاش، يقول لك ناقصة عقل، لكن عندما ترى أن ناقصة العقل هذه يعني تنتقد بهذه الطريقة، ويعني على مواقع التواصل تمزح يعني بدين أنت تقدسه، تمزح به الأرضية، يعني أنت نفسك يعني تجدهم يقولون هذه هي المرأة التي يقول عنها الإسلام ناقصة عقل، يعني تتحدث بهذه الطلاقة وهذه القوة، هم يريدون امرأة ضعيفة، لكن هذا ما يدفعهم يعني يشوفوا امرأة قوية يتفاجئوا، هذا اللي يخليها تأثر فيهم أكثر في الرجال والنساء، خاصة في شمال إفريقيا. لو احنا المجتمعات نتاعنا الشمال الإفريقية، المرأة لولا الإسلام الذي دمرها وجعلها كما قلت ناقصة عقلا ودين وفي المرتبة الثانية والرجال قوامون على النساء، لكن احنا المرأة نتاعنا تقعد ساكتة من هارت اللي تتكلم، يعني انتهى كل شيء. أنا انتم في تونس على فكرة، في تونس يعني أحسن منا بكثير، خاصة يعني اللي سمعت به مؤخرا أنه المرأة يعني دافعت على حقها ولات قادرة أنها تتزوج من رجل غير مسلم. هذه حاجة فاجأتني، يعني فاجأتني بزاف، احنا ما عدناش هكا في المغرب. أي والمساواة في الإرث، والمساواة في الإرث. أي نعم، هذا يعني هذه أشياء صراحة تفرح، ما عدناش هذه، لأن نتمنى هذه تولي حتى بالمغرب والجزائر وشمال إفريقيا كلها والعالم كله، يعني العالم العربي ولا الناطق بالعربية. احنا مثلا عندنا المرأة يعني تغتصب أمام الناس، تخيل في الحافلات يعني أمام الناس، ما كانش اللي يدخل، وحتى كيديروا مظاهرات ولا كذا ما يوقع حتى تغيير. احنا نتمنى يعني الوضع يتغير، ما يبقاش كما هكا انه المرأة تولي اللي تهضر. بالفعل يعني هناك يعني مشكلة أنه بعض النساء يعني عندما يخرجون من هذا فكر العبودية وفكر الدين وكذا، يتوجهون نوعا ما إلى نقدر نقول تطرف، يعني تولي تقول لك الذكور كلهم، فهمتني، تولي تقول لك الذكور يعني هي ما تطالبش بمساواة، تولي
تولي عندها الطلب أنها تولي أحسن من الذكر. هو ما يسمون يعني بالفيمينيست، يعني أنا ما أقدرش نقول فيمينيست متطرفة، لا، الفيمينيست يعني في دول العالم كلها، حتى في أمريكا أوروبا، طلب فقط بحقوقها. لكن عندنا تكون هذيك يعني هذيك الصحوة تكون نوعا ما مبالغ فيها، هذيك ردة الفعل تلقاها عنيفة تولد، وهذا اللي خلى بعض الذكور يولي عندهم مشكل مع هذا النوع من النساء، لأنهم نوعا ما بالغوا في ردة الفعل. ليس الكل طبعا، ولكن أتحدث عن فئة معينة يولي عندها واحد نوع من الكراهية تجاه الذكور، وهذا يشكل مشكلة، لأنه باش تدافع لحقك يجب أن تكوني يعني أن تكوني موضوعية، ما تحيزيش لجانب دون آخر. فهمتني؟ فهمتك. المهم هو بالفعل هو ليس صراع الذكور وإناث، وإنما صراع إنسان، حق الإنسان بغض النظر أن يكون ذكر أو أنثى. يعني المرأة عندما تدافع على حقوقها تدافع على حقوقها كإنسان ليس كأنثى، والراجل عندما يدافع على حقوقه يدافع على حقوقه كإنسان ليس كذكر. هذا فكر معناته ذكور وإناث، وأنا أميل للذكورية والآخر يميل للإناث، هذا معناته يدخل صراع معناته فارغ ما عنده حتى قيمة، لأن ليس معناته هناك معناته ذكر أفضل من الإناث، ذكور أفضل من الإناث، أو إناث أفضل من الذكور. لا، هناك إنسان يجب أن يأخذ حقه، هذا هو الأساس. احنا ما زلنا تقريبا 8 دقائق وينتهي هذا اللقاء، لانها مرت ساعه تقريبا. السؤال بتاعي معناته عندي بعض الاسئله الاخيره قبل ما نختم. السؤال بتاعي معناته ما هو احساسك وانت غير مسلمه؟ يعني كيفاش كان احساسك وانت مسلمه، وكيفاش هل انت مرتاحه الان نفسيا؟ انا مرتاحه نفسيا. انا احساسي اني كنت مريضه وشفيت، لأنه أنا دائما أقول أن الإسلام ديروس، وأدعو لكافة المسلمين بالشفاء. أنا أنقذت نفسي، يعني كان عندي، تقدر تقول كان عندي سرطان كان ينتشر يعني، وقدرت أني نحارب ونقضي عليه، وليت إنسانة متحررة من الخرافة. ويعني أفضل شيء أني تحررت في سن مبكر، يعني 20 سنة 19 سنة، حتى نقدر نعيش حياتي وأنا مرتاحة، ليس حتى بعد يعني سنين 30 سنة ولا 40 سنة يعني نقدر نحس بأني خدعت. لكن الآن يعني في السن المناسب باش أني نكمل حياتي مرتاحة نفسيا طبعا، أني ما نفكرش باللي كاين جهنم وعذاب قبر وهذيك الأشياء اللي تشوش على سلامتي النفسية. على كل حال في الجنة ليس هناك شيء جميل، أحسن ما تدخل لهاش الجنة، يعني فيها غير الفقايس كما يقولوا للمرأة خاصة يعني. أو بالفعل أنا دائما أقول أن الإسلام هو مرض نفسي وفكري، يعني يجب العلاج منه، ولهذا أقول دائما المشكل أن الإسلام ليس فقط مرض نفسي للمسلم، هو الشيء يتدخل حتى في الآخرين، حتى في نفسية الآخرين. يعني إنت تكون مسلم ولا نحاربك، هذا هو الإشكال. أنا هذا هو مشكلتي مع الإسلام، أنه الدين يتدخل في الآخرين ويريد توحيد يعني كل الناس، يرجعهم مرضى. يعني هو نقدر نقول مرض يعني يتناقل ما بين الناس. بالفعل هو مرض نفسي، ويزيد معناتها كما نقولوا اللي يعيش مع المسلمين كأنه يعيش مع مجانين، فهمت؟ يعني ما تعرفش الضربة من فين تجي، فهمت؟ كما نقولوا احنا. المهم إكرام، يعني أنت حسيت روحك معناتها وتخرجت من الإسلام أنك تحررت وأنك أكثر إنسانية. هنا حبيت نقول معناتها نسألك سؤال، شنو تنصح معناتها نساء بصفة عامة، بصفتك أنت معناتها امرأة، شنو تنصحهم؟ خاصة هذوما اللي يدافعوا على الإسلام واللي يقول لك الإسلام كرم المرأة. أنا نصيحتي يقرأوا الإسلام بدون عاطفة، يعني تجردي من كل هذه العواطف ومن كل هذه يعني الخلفية الثقافية وهذا الشيء الوراثي. قرايه يعني وحدك هكا أنت وعقلك، وقراية عن الإسلام الحقيقي وليس هذا الذي يسوقون له في القنوات وفي الإعلام. أقراي كيف أن
يعني اقرأي عن السبي، اقرأي عن اغتصابات النساء، اقرأي كيف عامل الرسول المرأة، اقرأي عن القرآن، اقرأي واضربوهن، اقرأي كل هذه الأشياء وفكري. حتى الحجاب تقرأ، يعني المرأة لو تقرأ أسباب النزول تعرف باللي سبب تافه سبب نزول آية الحجاب، تولي تفهم باللي ما فيش كاع تكريم ولا أي شيء من هذا القبيل. هذه نصيحتي، تفكر وتخرج من هذا الفكر العبودية. الوحدة مثلا تنجم تسألك سؤال مثلا الذي أنا سأله لي كثير من النساء المسلمات، يقول لي ماذا سوف يقدم لي، شنو هو باش يتغير عندما أصبح غير مسلمة، شنو هي الحاجة اللي شنو يتغير، نعم تضاف لي عندما أصبح غير مسلمة، شنو باش يغير فيا كإنسان عندما أصبح نولي حرة. نعم نولي حرة، الحرية راه أفضل شيء ممكن يقدمه لك الخروج من الإسلام. أنت في الإسلام غير حرة، أنت في الإسلام عبدة يعني بسهولة، أنت يعني مرتبطة بذكر، ضروري عندك حارس شخصي جنبك. أنا يعني كملحدة ولا كلا دينية ولا كوحدة خرجت من الإسلام، أنا نشوف راسي كإنسانة، ما نشوفش راسي يعني كجسد ولا كقطعة لحم. هذا الشيء اللي يعطيه لي أنا يعني الخروج من الإسلام، أني نتحرر، ونظن الحرية أفضل شيء ممكن يقدمها الإنسان لنفسه. الحرية اللي سلبونا، يعني سلبوها لنا كي ورثونا الإسلام وكي ولدونا في مجتمع إسلام، والحرية هذه لا تعطيك، تفتح لك أبواب أخرى، أنك تقرأي، أنك تمشي تفكري حاجة غير الزواج، تفكري في قراية، تفكري أنك تولي إنسانة فعالة في المجتمع، يولي عندك دور. المرأة بلاصتها ليست البيت كما يشاع، أنت القادرة، ركينا امرأة تحكم ألمانيا دولة على قدها، تجي أنت تقولي لي المرأة بلاصتها الدار؟ هذا الشيء، هذا هو رأي. يعني المرأة لازم تحترم نفسها قبل أن تطالب الآخرين أن يحترموها، تحترم نفسها وتشوف راسها يعني ككائن مستقل، كإنسان عنده حقوق وعليه واجبات. طبعا شكرا إكرام على هذا الحوار الشيق لحقيقة، معناتها رغم اللي تكلمنا في عدة مواضيع ولكن معناتها كان شامل وكامل، وأشكرك على معناتها قبول الدعوة. شكرا. باش معناتها الإخوة اللي كيفك اللي معناتها مازالوا أو مترددين اللي تحروا يكلموا يعبروا، لأن هذه المقابلات أو هذا الاعترافات ولو حتى ما هيش معناتها بالصورة وبالشخص نفسه، لكن جدا مؤثرة على كثير معناتها من الأشخاص اللي مازالوا خايفين باش يقولوا إنهم خرجوا من الإسلام، أو الأشخاص اللي لازمهم يراجعوا الفكر التقليدي كما قلت انت إكرام، يعني لازمك تقرأ الإسلام من مصادره الحقيقية وما تخليش الناس تكذب عليك، وتشوف هذه المرأة اللي يقولوا كرمها الإسلام شنو المستوى متاعها بين تعدد الزوجات والضرب والولي والشهادة والإرث وغيرها من الأمور التي أهانت المرأة وأذلت المرأة وتذل المرأة منذ 1400 سنة. شكرا إكرام، وقدم لك التحية، ومع السلامة. شكرا لك، مع السلامة.